حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا بكم. نخصصها لمناقشة تصريحات وزير النفط عن اكتشاف مخزون نفطي جديد في صافر بمحافظة مأرب. كشفت وزارة النفط والمعادن عن وجود حقول جديدة في محافظة مأرب تحتوي على كميات من النفط تفوق ما تم إنتاجه خلال 30 عام الماضية منذ بداية الإنتاج، ودعت الوزارة الشركات العالمية للشراكة في تعزيز عمليات التطوير واستكشاف الموارد النفطية. نقف أمام هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل يحقق هذا الاكتشاف الجديد لموارد نفطية تحولا حقيقيا وجذريا لمستقبل الطاقة والاقتصاد في اليمن؟ وكيف ستساهم هذه الاحتياطات في حل أزمة المشتقات النفطية المتفاقمة في البلاد؟ تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية التي تعاني منها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع. نبدأ النقاش بعد أن نشاهد هذا التقرير. على وقع أزمات المشتقات النفطية التي تشهدها مدينة عدن، عقد الرئيس هادي اجتماعا مع الحكومة وجه فيه بسرعة تلافي التداعيات السلبية للأزمة على الحياة العامة للمواطنين. يأتي اجتماع الحكومة مع حديث مصادر إعلامية عن استئناف مصافي عدن تكرير النفط الخام والمقدر ب 500,000 برميل. محطات الوقود في عدن شهدت طوال الأيام الماضية اصطفاف طوابير طويلة من الشاحنات مع ارتفاع ملحوظ في أسعار المواصلات في ظل خلافات معلنة بين شركة النفط الحكومية وشركة تجارية حول نسبة أسعار بيع الوقود المحلي. تأتي هذه الأحداث الاقتصادية بالتزامن مع كشف الحكومة عن وجود احتياطات نفطية جديدة في مأرب، نسبتها بحسب وزير النفط والمعادن سيف الشريف أكثر مما تم إنتاجه خلال عهد نظام المخلوع صالح، في ظل توجه لزيادة إنتاج المصافي النفطية إلى 25,000 برميل يوميا. كان قطاع النفط قد تضرر خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات الانقلاب الذي حدث في سبتمبر عام 2014. التطورات الإيجابية في مصافي مأرب والسلبية في مصافي عدن طرحت في الفضاء السياسي تساؤلات حول إمكانية تجاوز الأزمات النفطية المتفاقمة، وهل ستعمل الاكتشافات الجديدة في حقول النفط على استقرار الأسواق المحلية في المحافظات المحررة، فيما يبقى السؤال الاقتصادي مفتوحا حول مستقبل الطاقة والنفط في اليمن. نبدأ النقاش حول موضوع هذه الحلقة، وينضم إلينا من مأرب حميد محمد دحان، مهندس حاضر في شركة صافر النفطية. أهلا بك، حياك الله. في البداية، كيف سيعمل هذا الاكتشاف الذي صرحت به الوزارة على إعادة تشغيل القطاعات النفطية بشكل عام؟ في الحقيقة تصريح معالي الأخ الوزير هو كان ينحصر حول قطاع 18 صافر، حول احتياطات جديدة، لأنه بالنسبة لمعالي الأخ الوزير أشرف على الدراسة مباشرة، أشرف مباشرة منذ أن كان نائبا للمدير العام التنفيذي لشركة صافر، ثم تابع الإشراف المباشر على هذا المشروع عندما أصبح وزيرا في وزارة النفط. بدأ المشروع من عام 2010 عندما بدأت المسوحات السياسية في القطاع 18 في الجهتين الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية، وبدأ في ذلك العام في 2010 أكبر بروجكت أو مشروع ملكي في اليمن في قطاع 18، وكان حجمه ما يقارب 2900 كيلو متر مربع من حدود شبوة حتى حدود الجوف طبعا. وهذه الدراسة التي بدأت في السياسيين، ثم بعدها تم عملية المعالجة لهذه الداتا والبيانات اللي تم الحصول عليها، ثم بعد ذلك تم حفر عدة آبار والحصول على لب وعينات، وتم أخذ الدراسة، واستمرت هذه الدراسة إلى عام 2014. طيب باشمهندس حميد، قلت أن هذا التصريح يقصد به وزير النفط قطاع 18 في مأرب في صافر، ما الذي يعني هذا الكلام؟ يعني أهمية هذا التصريح، وما الذي يعني يمكن فهمه؟ هل هناك بشارة يمكن زفها للمواطن، أم تصريح عادي ويفهم في سياق عادي؟ لا هو طبعا هذا
هذا المشروع الذي بدأ بالسيسمك أو المسوحات، ثم بعد ذلك تلا قضية المعالجة لهذه الداتا أو البيانات، ثم بعدها حفر آبار في المنطقة، ثم بعدها عملية تكييم، ثم بعدها في 2014 عندما تم بعد الحفر مباشرة تم أخذ البيانات تحلية تكييم للقطاع كامل، الاحتياطات كاملة عن طريق شركة أمريكية، استمر إلى من عام 2014. طيب سأعود لك، ينضم إلينا من صنعاء سعيد عبد المؤمن الخبير الاقتصادي، أهلا بك. سعيد عبد المؤمن الخبير الاقتصادي. إذا نعود إلى مأرب، حميد محمد دحان مهندس في شركة صافر النفطية. أستاذ سعيد، أستاذ حميد، هل سيسهم هذا التصريح أو هذا الاكتشاف الذي يتحدث عنه وزير النفط في حل إشكالية أزمات المشتقات النفطية القائمة؟ عفوا، خلينا نكمل المشروع. المشروع نفسه كان يبحث، يعني هذا الاحتياطات التي تم الحصول عليها رفعت احتياطات امريكا 70%، وهي تقنيه جديده تمت في العام 2000 في امريكا طبعا، وهذه التقنيه تسمى المكان غير التقليديه انكونفشن، وهذه هي التي تم الحصول عليها، تعتبر فرصه استثماريه ومحل جذب استثماري عالمي، ولذلك تم دعوه الشركات العالميه للاستثمار في هذا الاحتياطي الذي سيسهم الاقتصاد اليمني بشكل كبير جدا، كما قلنا انه اسهم في رفع الاقتصاد الامريكي لاكثر من 70%. العمليه او المشروع هذا الحمد لله انه تم الحصول على ايجابيات وعلى نتائج طيبه، تحتاج فقط عمليه تسويق لشركات عالميه تستثمر في هذا المكمن الذي سيرفد ويعمل على رفع الاقتصاد الوطني وعلى دعم الخزينه العامه للدوله. طيب اعود مره اخرى الى صنعاء، وينضم الينا الخبير الاقتصادي سعيد عبد المؤمن، اهلا بك. حياك الله. بدايه، هذه التصريحات لوزير النفط بالنسبه لك، ما اهميه الاعلان عنها؟ حقيقه هذه التصريحات جت في وقت اعتقد انه اليمن تعاني من ازمه اقتصاديه شديده، تعاني من مشاكل داخل الوطن، تعاني من يعني نزاعات مسلحة، بالتالي تعتبر كأنها بارقة أمل للناس أنه على الأقل في ثروة موجودة في منطقة معينة يمكن الاستفادة منها، خاصة مع اللغط والكلام اللي يدور أحيانا يدور بأنه في محافظة معينة هي اللي ترفض خزينة الدولة وأنه في إشكالية اقتصادية. لكن الحقيقة ما أشتي أعرف هل فعلا هذا التصريح جاي بناء على دراسات جيولوجية صحيحة، ولا عبارة عن فقاعة أو يعني أحيانا عبارة عن تصريحات زي ما حصل في الفترة الماضية عندما كنا نتكلم عن نفط الجوف والبحيرة الضخمة التي تختزنها الجوف من النفط، ثم توقف هذا الحديث. يعني نحن نخاف أنه في الأخير أننا نكون نعطي للمواطن مجرد جرعات أمل ما تنتقلش للواقع العملي. يعني هو معنا المهندس حميد دحان من شركة صافر النفطية، أكد ربما واقعية ما طرحه وصرح به وزير النفط، وربما أعود له الآن إذا كان له من تعليق على حديث الخبير الاقتصادي سعيد عبد المؤمن. الحقيقة التصريحات الأولى تابعناها وكانت عبارة عن فقاعات إعلامية ليست من جهة مسؤولة، تابعنا بعدها ولكن لم نجد جهة أو مصدر مسؤول. أما هذه التصريحات تكلم بها شخص في موقع حكومي بمقام وزير النفط والذي اشرف مباشر وعن قرب بالمشروع من بدايه 2010 الى 2016. المشروع استمر 6 سنوات، ما اتى من فراغ ولا اتى من فقاعات اعلاميه ولا من يعني دغدغه عواطف المواطنين. المواطنين ليسوا الى الان ناقصين دغدغه عواطف، ولا بد ان يكون الاخ المواطن على الحقيقه والدرايه العلميه. طيب 7 سنوات استغرقت الدراسات. انتم في شركه صافر هل بداتم باي اجراءات؟ ما هي الاجراءات التي بداتم بها؟ حفر، تنقيب، ماذا تم؟
صافر من قامت بالمشروع، شركة صافر من قامت بالمشروع ولا زال إلى الآن، إلى الآن. وتمت آخر ما حصلت عليه الشركة في 2016 هذه المكامن والدراسة ونتائج الدراسة إلى 2016، وهو ما تم تسويقه من قبل الأخ الوزير للشركات العالمية ودعوات الاستثمار في هذا النوع من، لأن كما قلت لك هذه التقنية التي دخلت في أمريكا عام 2000 جديدة، فلا بد للشركة أن تسعى للاستفادة من التطور التكنولوجي والتقنيات، لأن في هذه الحالة هذا النوع من المكامن تحتاج إلى تقنية خاصة من ناحية الحفر الأفقي إلى من ناحية الفكتشر تكسير الصخور. هذه التقنية الجديدة التي يجب أن يستفاد منها هي ما تملكه الشركات الكبيرة، وأيضا يحتاج إلى رأس مال كبير، وهو ما تم من الأخ الوزير دعوة للشركات ذات رأس المال الكبير للاستثمار، لأن المكمن هو مكمن جذاب، مكمن عالي، يستطيع أي شركة أن تكون رابحة عند الدخول فيه. طيب نذهب إلى صنعاء، ينضم إلينا الخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصاد الدراسات الأستاذ أحمد سعيد شماخ. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، كمتابع اقتصادي وخبير، برأيك كيف سيعمل هذا الاكتشاف الجديد في الحقول النفطية على تجاوز أزمة المشتقات النفطية في البلاد، وهل يشير هذا إلى قرب انفراج الأزمة الاقتصادية؟ هو أشوف أن إدارة موارد الاقتصادية طيب. نعود إلى صنعاء إلى الخبير الاقتصادي سعيد عبد المؤمن إذا كان ما زال معنا على الخط. أستاذ سعيد تفضل. أستاذ سعيد، بعد ما سمعت من تأكيدات حديث المهندس في شركة النفط في مأرب، هل تعتقد أن هذا الإعلان يمثل حافز للمستثمرين والشركات الاستثمارية في قطاع النفط الذي سبق وأن غادروا البلاد بسبب الأوضاع؟ من المؤكد، لأنه المعروف أنه النفط في مأرب كان من النفط اللي يمكن استخراجه بسهولة، وتكلفة الإنتاج ليست تكلفة عالية، ولفترة طويلة حقيقة تم تصدير كمية كبيرة من النفط من مأرب. معانا مصفى في مأرب بالإمكان تطويرها، معانا أنبوب جاهز للتصدير إلى البحر الأحمر، يعني في مقومات جميلة جدا تستطيع هذه المقومات أنها تعمل دفعة لعملية الإنتاج، وبالتالي رفض اقتصادي، يعني ممكن تحل لنا أزمة الموارد اللي بدأت تنقص. حنعرف أنه الحكومة كانت تعتمد على ما يقارب 67-70% من إيرادة النفط في تمويل الخزينة العامة للدولة، وأنه عندنا في اليمن النفط يشهد أكثر من 20% من الناتج المحلي، والنفط كان أحدث يعني في فترة من الفترات اليمن لما واجهت أزمة اقتصادية خاصة بعد حرب الخليج وحرب الانفصال، يعني كان للنفط دور كبير على الأقل في وقاية اليمن من انهيارة الاقتصادي. فأكيد لو تحققت هذه الاستكشافات ودخلت شركة عالمية ذات سمعة بحيث أنها تستمر وتنتج وتكون في قدرة على الانتاج، وهذا يتطلب توقف الحرب في البلد، لأنه ما تنساش أن النفط في مأرب وأن التصدير يمر عبر ذمار إلى الحديدة، يعني عملية التصدير إذا تتطلب هنا توقف الحرب تتطلب جهد. يعني بالتالي أنا أعتقد أنه إذا كان سيستمر العمل في هذا المشروع ومناقصة الشركات، لا أتوقع أنه 2016 حيكون في شيء. أعتقد أنه بعد 2017 في ظل وأن يكون هناك استتباب للأمن، وبالتالي المشروع يعني خذ له سنة إلى سنتين على أساس يستطيع أن يبدأ الإنتاج، وبالتالي يرفد الخزينة العامة بهذه المبالغ الجيدة. أنا أتمنى يعني حقيقة كمواطن يمني أتمنى فعلا أنه يكون عندنا استكشافات حقيقية للنفط في مأرب. كمان ما تنساش أنه مثلا اليمن زاخرة بالثروات، لكن مشكلتنا في الإدارة السيئة، يعني وإلا المعروف أنه الآن عندنا كمية هائلة من الذهب في نهم مثلا، وفي جبل يام، وفي جبل صلب، في معادن معانا جميلة جدا ومفيدة للاقتصاد، ممكن إنتاجها بسهولة وتصديرها، ممكن إقامة صناعة للمعادن هذه في اليمن. لكن أنت تفتقر في الأساس إلى الإدارة الجيدة في اليمن، وتفتقر إلى الاستقرار على أساس تشجع الناس على الاستثمار وتشجع الناس على الإنتاج. فأعتقد أنه هذا سيكون شيء طيب بالنسبة للاقتصاد اليمني اللي هو الآن يترنح، يعني الآن إحنا نعاني من أزمات اقتصادية إلى الحد نحن نستطيع نقول الآن يعني قد نحن نمشي بالنمو بالسالب،
وانه ما عدناش قادرين ان نوفر رواتب موظفين الا نوفر مشتقات نفطيه، يعني الازمه طاحنه في كل المحافظات. طيب نشرك معنا من صنعاء عدا اللي شارك معنا في هذه الحلقه الاستاذ احمد سعيد شماخ مره اخرى. استاذ احمد، كنت سالتك عن هل هذا الاكتشاف الجديد في الحقول النفطيه قد يعمل ربما على تجاوز ازمه المشتقات النفطيه، وهل يسهم ايضا في احداث انفراجه للازمه الاقتصاديه التي تمر بها البلاد؟ عفوا يا استاذي، الاكتشافات النفطيه ما اكتشفنا النفط احنا في عام 82 يعني او في 86 اقصد، لكن يعني مدى تاثر يعني او استفاده المواطن اليمني، هل استفاد كذا بنفس اللحظه ام انه هناك يعني اكتشافات وخبرات ويعني وتصدير على المدى المتوسط او البعيد؟ عملية الاستكشاف يعني هو مش قضية الاستكشاف فقط، يعني اليمن فيها كثير من الموارد الاقتصادية، يعني سواء كان يعني نفطية أو غير نفطية أو يعني موارد زراعية، موارد في الجانب البشري في الجانب الصناعي، يعني اليمن تمتلك كثير من هذه الموارد، لكن الموضوع هو الأساسي هو كيفية إدارة الموارد الاقتصادية والمالية في داخل البلد. الحكومات يعني هل الحكومات رخوة أم أنها حكومات يعني حكومات رشيدة؟ فعملية يعني أيضا المجتمع، المستوى التعليمي، المستوى الصحي لأفراد المجتمع، المهارات اللي موجودة في المجتمع، يعني مهما كان وجدنا من ثروات يعني نفطية أو ذهب أو غير ذلك من المعادن النفيسة، ولا نمتلك العنصر المهر البشري الماهر، لان العنصر البشري يشكل 70% من اجمالي الثروات في اي بلدان، معك اليابان، معك سنغافوره، مع كوريا، يعني مثلا زي اليابان لا تمتلك موارد اقتصاديه، انما تراهن على المورد البشري، تستورد المواد الخام وتصنعها. يعني مثلا طيب استاذ احمد، ما انك تطرقت الى هذه النقطه، الى اي حد يمكن القول ان اليمن يمكن أن تخرج من أزماتها الاقتصادية في حال تم استغلال مواردها وثرواتها الموجودة؟ اليمن يعني تمتلك كثير من الموارد الاقتصادية، لو فيما لو استغلت الموارد الاقتصادية لكان المواطن اليمني أفضل من نظيره الخليجي، أفضل من المواطن في لوكسمبورغ، أفضل من أي يعني آخر، لكن المشكلة في السياسات القائمة، السياسات الاقتصادية، السياسات الصناعية، السياسات الزراعية الموجودة، هنا مشكلتنا في السياسات، مشكلتنا في جماعة الضغط، مشكلتنا في الفساد، مشاكلنا في الأطراف السياسية الموجودة، يعني لدينا كثير من المشاكل، عندما نتجاوز هذه المشاكل ممكن أن نستغل هذه الثروات وتعود بالنفع لصالح المواطن مباشرة. نحن نتكلم الآن وكأننا في دول في المريخ، الواقع يقول احنا في اليمن احنا غير، المطلوب انه يعني اراده مجتمعيه، مطلوب اراده قبل الاراده السياسيه، مطلوب اراده مجتمعيه، الاراده المجتمعيه مش موجوده، ما فيش يعني طريقه يعني المستوى التعليم متدني الى ابعد الحدود، الشفافيه مش موجوده، هنا مطلوب يعني مننا اشياء كثيره حتى نصل الى هذا المستوى، لو اكتشفنا يعني ابار يعني بحيرات من النفط وما فيش سياسات لا يمكن تجاوز اليمن لأي تبعيات خارجية أو داخلية، أو ينبغي تحقيق الاستقلال السياسي الاقتصادي، وهذا لن يتم إلا بانتهاج واعتماد هذا البلد على سواعد كل أبنائه من خلال انتهاج سياسات وخطط تنموية اقتصادية علمية سليمة بعيدة عن الاعتماد كليا عن التمويلات والتدفقات الخارجية، مثلا كالاعتماد على الدول والصناديق والمؤسسات الدولية. نحن نعتمد هنا في اليمن على كل احتياجاتنا على الخارج من قروض، من مساعدات، من هبات، وكل أنواع الصدقات. الأيام والسنوات والعقود الماضية أثبتت أن تلك السياسات المتبعة كانت وسيلة لاستنزاف الفائض الاقتصادي والركون على الخارج في كثير من احتياجاتنا ومتطلباتنا، وخير دليل على ذلك ما قد وقفه وتوجه اليمن حتى لحظة من مؤامرات وتساهلات مستمرة في اعتمادنا على الخارج. طيب ساعد لك يعني استاذ احمد، ساعد لك. نعم. اشرك معنا الدكتور سعيد عبد المنعم مرة أخرى الخبير الاقتصادي. الدكتور سعيد، وزير النفط يبحث عن شركاء في مجال الاستكشافات النفطية عندما أعلن هذا الإعلان، ما هي الضمانات باعتقادك التي تمتلكها الحكومة في الوقت الراهن؟
الحكومة في الوقت الراهن لا تمتلك أي ضمانات. قل لي أي حكومة، عن أي حكومة أنا أتحدث؟ يعني إحنا ما عندنا، زي ما قال الأستاذ أحمد سعيد، إنه إحنا عندنا دولة رخوة يا أخي، ما عندناش حكومة أصلا. يعني إحنا الآن في وضع لن يأتي مستثمر. أنا أذكرهم دائما بكلمة أقولها، إن لن يأتي الاستثمار إلى أي بلد وهناك رصاصة تطلق. الاستثمار ليس جبان كما يقول البعض، ولكن الاستثمار لديه فرص للاستثمار الآمن في كل مكان. الآن العالم يا أخي يتكلم عن النفط الصخري، يتكلم عن دول لديها إمكانيات أكبر من نحن وأكبر وأكثر استقرارا. الحكومة لا تمتلك في الوقت الحالي أي ضمانة. لماذا؟ لأنه ما يسود داخل اليمن هو عبارة عن فوضى مطلقة، عدم استقرار، ضعف، فساد، نهب. يا أخي الآن البلد تتدمر يعني، وبالتالي أي مستثمر سيأتي، يعني أي مستثمر سيغامر وسيصل إلى مأرب، وكيف سيصل إلى مأرب؟ بالتالي لا توجد ضمانات. فلذلك أنا أخاف، زي ما قلت من البداية، أخاف أنه إحنا الآن نطلق فرقعات إعلامية في ظل هذا السوادية، في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتأزم، لكي ينسى الناس القضية الأساسية، أنه لكي نستطيع أن نستفيد من ثرواتنا مطلوب تحقيق الاستقرار، وجود دولة، وجود ضمانات حقيقية للشركات، تعليم الناس بشكل صحيح، القضاء على الفساد اللي دمر البلد. يعني نقول احنا عندما نتكلم عن النفط في الفترة الماضية، احنا صدرنا النفط، جت تقارير رسمية تقول انه ما كانش يعني عارف ان احنا بالضبط كم ننتج اصلا، ما تكاليف الانتاج عندنا احيانا وصلت الى ارقام مهولة، التصدير الجهات الرسمية لا تستطيع ان تشرف عليه، شركات حقيقة عملت لنا كوارث في حضرموت عندما لوثت المياه بالسمو وخرجت من اليمن شركات كندية نكسل بدون أي محاسبة. إذن على أساس أنه هذا التصريح يكون، وأنا أتمنى فعلا أنه يكون عندنا فعلا نفط في مأرب بهذه الكميات، وأتمنى فعلا أنه يكون عندنا قدرة على استثمارها، لكن هذا يتطلب وجود دولة بحيث نستطيع أن. طيب دكتور سعيد، بناء على المعطيات الحالية والموجودة، كيف تقرأ قادم الأيام بالنسبة للواقع الاقتصادي في البلاد؟ الواقع الاقتصادي يقول أنه إذا لم يتم عمل حلول حقيقية، الريال الآن ينهار بشكل كبير، وصل يعني الدولار بدأ يرتفع بشكل كبير، الاقتصاد شبه متوقف، يعني الإنتاج شبه متوقف في أكثر في المكان، النمو بالسالب، المساعدة الدولية انقطعت، المنح انقطعت عن اليمن، يعني الوضع الأمني غير مستقر، وبالتالي الانهيار الاقتصادي. وأنا أقول بصراحة إنه الانهيار الاقتصادي ليوم واحد معنى ذلك إنك أنت بعد ذلك في حاجة إلى 6 شهور لمعالجة هذا الخلل. بالتالي الوضع سوداوي جدا بالنسبة للاقتصاد اليمني، وأنا أحذر طبعا وأناشد الجهات المسؤولة في اليمن. الآن المستثمرين اليمنيين غادروا اليمن، المصانع توقفت، الإنتاج متوقف، مشتقات نفطية الآن الناس تعاني في صنعاء، وصلت الدبة إلى 5000 ويعني بمقاسات غير مضبوطة في كثير من الأحيان، في عدم إضرابات متواصلة والناس تعاني. يعني الوضع الاقتصادي يا أخي مؤلم، وبالتالي إحنا مش مطلوب من حكومتنا الرشيدة سواء هنا أو هناك أو حكومة، مطلوب من الجميع أن يقعدوا على طاولة واحدة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار. شكرا جزيلا لك دكتور سعيد عبد المومن الخبير الاقتصادي. أختم مع ضيفنا من صنعاء الأستاذ أحمد سعيد شماخ، رئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات. أستاذ أحمد، نظرتك لمستقبل الاقتصاد بشكل عام في البلاد. طبعا والله نظرتي أنا للاقتصاد، أنا أولا لا يمكن أؤكد أن هناك اقتصاد حاليا، يعني إذا ذكرنا عملية الاقتصاد، الاقتصاد اليمني غير، يعني السوق اليمني سوق غير اقتصادي وغير اخلاقي، لا يخضع لقوانين العرض والطلب، لا يمكن اسقاط اي نظريه اقتصاديه على الوضع الحالي في اليمن. الان الاقتصاد الرسمي اختفى، موجود الاقتصاد الخفي، اقتصاد السوق السوداء. هذا الاقتصاد يتمثل بسوقين، السوق الاول هو السوق المشتقات النفطيه، سواء كان هنا أو هناك في كل المحافظات اليمنية، اقتصاد السوق السوداء، يعني سوق المشتقات النفطية وسوق أسعار الصرف. بين هذا السوقين تعاون وتنسيق يعني كبير جدا، يعني على إثره غاب كل شيء عن المواطن اليمني. طبعا 96
50% من حجم السيوله النقديه المصدره خارج القطاع المصرفي. اللي موجود الان في القطاع المصرفي يعني بما فيها البنك المركزي لا يتعدى 4%. من ال 4% 85% من العمله الوطنيه تالف. فالقضيه مش قضيه انه طبعنا 200 مليار ولا 400 مليار، لا، القضيه هو هل عندك اقتصاد، هل عندك انتاج، لانه الاقتصاد هو انتاج وارقام. ليس عندنا لا ارقام ولا انتاج في هنا في اليمن، مش موجود. شكرا لك. ليس الحديث عن اي اقتصاد نتحدث او عن اي مرتبات، نكتفي بطبع مثلا عبارة عن قراطيس بنكنوتية يعني ليس لها قيمة. لهذا أنا أتوقع أن خلال الأيام القادمة أن ترتفع أسعار، أن يكون هناك تضخم في تضخم نقدي وتضخم في الأسعار. شكرا لك. لماذا؟ لأنه يعني عندنا يعني الاحتياطي النقدي تأكل إلى أدنى مستوياته. توقف حجم المساعدات والمنح والقروض لليمن. هذا واضح. أشكرك أستاذ أحمد سعيد شماخ، الخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث. تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد عبد المغني. كونوا بخير.